السلام عليكم ورحمة الله، معكم مصطفى أمان. الفيديو اللي معانا النهاردة هيكون موجه لمنشئ المحتوى على منصة اليوتيوب. هقدم فيه حل لمشكلة بتواجه معظمنا، وهي إزاي أزود فرص ظهور الفيديو الخاص بك لأكبر عدد من المشاهدين على المنصة عن طريق لغة الفيديو. واحد منكم يسألني يعني ايه الكلام ده؟ هقول له على سبيل المثال القناة بتاعتي هي عن مجال التكنولوجيا او الكمبيوتر، وبعمل الفيديوهات باللغة العربية، فانا بالطريقة دي بستهدف الناطقين باللغة العربية فقط. طيب افرض واحد اسباني بيبحث عن فيديو يتعلم منه كيفية تثبيت الويندوز، وأنا عايز الفيديو بتاعي يظهر في نتائج البحث عنده، أعمل إيه؟ واحد منكم يرد علي ويقول بسيطة، اكتب عنوان الفيديو بتاعك باللغة الإسباني علشان يظهر في نتائج البحث عنده. أرد عليه وأقول له طيب افرض واحد إنجليزي وواحد فرنسي وواحد ألماني بيبحثوا عن نفس الفيديو، وأنا عايز الفيديو بتاعي يظهر عندهم هما كمان، وأزود فرص المشاهدات للفيديو بتاعي. أكيد مش هينفع أكتب العنوان بجميع اللغات، لأن اليوتيوب بيسمح فقط بمئة حرف للعنوان. في الفيديو اللي معانا النهاردة هنتعلم منه كيفية وضع عنوان للفيديوهات بأي عدد من اللغات اللي انت عايزها علشان تزود فرص ظهور الفيديوهات دي لأكبر عدد من المشاهدين، وده هنعمله باستخدام ميزة الترجمة اللي بتوفرها منصة اليوتيوب وجوجل. تعالوا بينا نشوف هنعمل الكلام ده ازاي. أول حاجة هنعملها هندخل على القناة بتاعتنا، وبعد كده نفتح الاستوديو، وبعد كده هنختار الترجمة، ومن الترجمة هنختار الفيديو اللي احنا عايزين نعمله الترجمة بتاعته وندوس عليه. تمام، هتلاحظ ان هو هنا ضيف لك اللغة العربية اللي هي لغة الفيديو الأصلية، يعني لو انت عامل فيديو بالإنجليزية هتلاقي ان ديت اللغة الإنجليزية. على حسب اللغة اللي انت عامل بها الفيديو هتلاقي اليوتيوب ضيف لك اللغة الأصلية بتاعته. انا عارف ان الفيديو بتاعي باللغة العربية، هتسألني تقول لي ازاي هتضيف ترجمة باللغة العربية وانت الفيديو بتاعك عربي. هقول لك ان في ناس مثلا بتحب ان هي تقرأ، في ناس عندها السمع فيه مشكلة فبتفضل ان هي تقرأ، فانت لو ضفت له الترجمة باللغة العربية هيكون افضل، مش هتخسر يعني. وبعدين اللغة العربية هتساعدك في ترجمة بقية اللغات، خليك معايا بس للآخر وانت هتفهم انا ليه هضيف ترجمة باللغة العربية. هنقول اضافة، هتلاقيه مديك ثلاث خيارات. الخيار الاول انك تحمل ملف، ده في حالة ان انت لو مجهز فعلا ملف ترجمة للفيديو بتاعك بصيغة SRT، وطبعا انا بستبعد ان انت تكون عامل كده، لان ان انت تنشئ ملف ترجمة ده مجهد جدا، خاصة الوقت البداية والنهاية، وقت البداية ووقت النهاية لكل كلام بيظهر على الفيديو. الخيار الثاني وده من وجهة نظري أسهل خيار بس هو مش متاح للأسف للغة العربية، ده لو انت في حالة معاك ملف صوتي للفيديو بتاعك، هترفق له بس الملف الصوتي وهو هيحول لك الترجمة على طول اوتوماتيك. اللي هنختار احنا بقى الخيار الثالث اللي هو إنشاء مقاطع ترجمة وشرح جديدة، هتضغط عليها. تمام، هتلاحظ ان اليوتيوب اوتوماتيك محدد لك وقت البداية والنهاية بتاع كل قطعة او كل جزء فيها صوت كلام،
يعني انت هتلاحظ ان الجزء الاول، يعني هتلاحظ ان هنا بدأ من الثانية 28. طبعا هنا هتلاحظ ان في صوت بدأ من الثانية التانية، بس هو عرف يحدد ان الصوت دوت مش كلام، ده صوت الانترو بتاع الفيديو، فهو قدر يحدد ان ده مش كلام، دي موسيقى، فعشان كده هو تخطاها وبدأ لك الترجمة من الثانية 28. فانت لو اخترت فعلا الثانية 28 اللي هو اختار اجابها، السلام عليكم ورحمة الله، هتلاقي فعلا ان ده صوت كلام. فهنقف في المربع دوت وهنسمع الكلام اللي موجود ايه وهنكتبه. بس انا عايزك تراعي ثلاث حاجات مهمة جدا قبل ما تبدأ في الترجمة بتاعت اللغة العربية، خاصة اللغة العربية. انا طبعا ما اعرفش ايه وضع اللغات التانية، بس انا بتكلم عن اللغة بتاعتنا اللي احنا بنوجدها. النقطة الاولى اللي عايزك تهتم بيها جدا ان انت ما تكتبش بالعامية، اياك تكتب بالعامية، لان الترجمة بتاعت جوجل مع ان في ناس كتير جدا بتشتكي منها وبتقول ان هي ترجمة مش دقيقة، لا، انا من وجهة نظر شخصية وانا جربتها هي ترجمة دقيقة جدا، بس هي بتعتمد عليك انت. في ناس كتير جدا بتكتب بالعامية، الجوجل ما بيقدرش يميز العامية بتاعتنا عاملة ازاي، فيفضل ان انت تكتبها باللغة الفصحى. وعلى سبيل المثال عشان ما تقولش ان انا بألف من دماغي، تعال نفتح الترجمة بتاعت جوجل وتعالى نكتب، خليها انجليزي، وتعالى نكتب اي كلمة عامية، مثلا هتلاقي مصطفى في الجنين. شايف احنا كاتبين ايه باللغة العامية؟ هتلاقي مصطفى في الجنينة، بس هو ترجمها لك يويل ميت، انت مش هتقابل مصطفى في الجنينة، هو انت بتدور على مصطفى واللي بيدلك بيقول لك هتلاقيه، يعني هتجده مش هتقابله. فهنا العامية بوظت لك المعنى باللغة الانجليزية. طيب احلها ازاي ديت؟ مش هكتبها هتلاقي، اكتبها سوف تجد. شايف المعنى اتغير ازاي في الانجليزي؟ You will find مصطفى in الجنينة، يعني هو والجنينة برضك ممكن تغيرها الحديقة لو انت عايز. تمام كده؟ فيفضل ان انت ما تستخدمش العامية في الكتابة خالص، استخدم الفصحى علشان الترجمة تطلع بنسبة 90 لـ95% مظبوطة. دي النقطة الأولى اللي أنا بوجهك ليها، ما تكتبش بالعامية، اكتب بالعربية الفصحى. النقطة الثانية المهمة برضو مراعاة قواعد الإملاء. أنا مش عايز أقول على المصايب اللي بتحصل في قواعد في الإملاء، بس راعي على قد ما تقدر الأخطاء الإملائية والقواعد الإملائية. على سبيل المثال لو أنت عايز تكتب اسم علي، علي اللي هو الاسم العادي، هتكتبها بالياء اللي تحتها نقطتين، لان دي ياء مش الف لينة. تعال نشوف كده الجوجل هيعملها ازاي لو احنا كتبنا علي بالياء اللي تحتها نقطتين، كتبها لك علي عادي خالص. لكن لو شلنا الياء ديت وحطناها الياء اللي من غير نقطتين، شايف؟ عملها لك ان. فالنقطة التانية اللي انا بوجهك ليها الأخطاء الإملائية والقواعد الإملائية، راعيها على قد ما تقدر. طيب الحاجة الثالثة اللي أنا هوجهك ليها علشان تضمن ملف الترجمة يكون صحيح بنسبة 95% إلى 97%، الحاجة الثالثة علامات الترقيم. علامات الترقيم اللي هي الفاصلة المنقوطة، النقطة آخر السطر. هتقول لي دي حاجة تافهة جدا، ازاي يعني بتأثر في الترجمة؟ تعالى كده نكتب جملة بسيطة جدا، لا أحب التفاح مثلا. شايف الترجمة ايه؟
I don't like apples. ماشي، تعال نيجي بعد كلمة لا وحط فاصلة، وحط فاصلة. شايف الترجمة اتغيرت ازاي؟ No I like apples. الترجمة اتغيرت 180 درجة من لا انا مش بحب التفاح، تمام، عشان حطينا فاصلة بس اتغيرت الترجمة بقت لا انا احب التفاح. فدول الثلاث نقط اللي انا بوجهك ليهم، تكتب بالفصحى، تراعي قواعد الاملاء، علامة الترقيم. هتمشي هتتبع الاسلوب دوت هتضمن ملف ترجمة بنسبة صحة من 95 لـ97%. طبعا انت ممكن تكتب، انت يعني انت حر، انت ممكن تكتب اي حاجة انت عايزها وجوجل هيترجمها لك زي يعني بأي طريقة، بس لو انت عايز حاجة فعلا موثوقة امشي على الثلاث خطوات دول. خلصنا او نفذنا او هنتبع الثلاث خطوات دول، نبدأ بقى نترجم الملف بتاعنا للغة العربي. هنسمع الصوت بيقول ايه. عليكم ورحمة الله، معكم مصطفى أمان. هنوقف الفيديو ونيجي. احنا عرفنا ان هو بيجي في اول مقطع بيقول السلام عليكم رحمة الله. في بص انت لما بدوس على المقطع هنا هو بيتحرك اوتوماتيك، وهنا هو بيقول معكم مصطفى امان. اعملها على جزئين، مصطفى امان احنا ممكن نخليها جزء واحد بس، مش فهنيجي على الاخيره ديت ونعمل لها ديليت ونوسع ديت حيث تشمل الجزء كله، وهنكتب فيها معكم مصطفى أمان. وطبعا هتتبع في بقية الفيديو نفس الأسلوب. وبكده نكون وصلنا لنهاية ترجمة الفيديو بتاعنا باللغة العربية. طبعا هي خطوة بتاخد مننا وقت طويل شوية على حسب طول الفيديو، لكن هي دي الخطوة الوحيدة الطويلة، كل الخطوات اللي بعد كده هتكون قصيرة جدا ان شاء الله. هندوس على زرار نشر علشان اليوتيوب ينشر الملف دوت. تمام كده اليوتيوب نشر لنا لغة ترجمة للفيديو باللغة العربية. هنرجع هنقول العودة إلى الاستوديو. وندوس على الفيديوهات. ونختار الفيديو اللي احنا ترجمناه. تمام، هتلاحظ اني كنت فعلا كاتب عنوان الفيديو بلغتين، اللغة العربية جزء باللغة العربية وجزء باللغة الانجليزية، فانا مش محتاج الموضوع ده دلوقتي، فهمسح
الجزء اللي هو بالإنجليزي، وهكتفي بس بالجزء العربي، وهدوس حفظ. طيب الخطوة اللي بعد كده ايه؟ نركز مع بعض شوية. هنفتح متصفح تاني ونفتح اليوتيوب، هبحث على القناة بتاعتي، وده الفيديو اللي احنا ترجمناه. شايف الثلاث نقط دول؟ هندوس عليهم وهندوس على فتح النص. ده الترجمة اللي احنا انشأناها دلوقتي، مظبوط؟ هناخدها كوبي كلها، كوبي، وهنرجع للترجمة ونقول لها لصق، واحنا محددين ان هي تترجم للانجليزية. هناخد الترجمة كلها كوبي، تمام كده. الخطوة التالتة ان احنا نحول الترجمة ديت لملف SRT. طريقة تحويلها ازاي؟ انا عندي اداة صغيرة بتكونفرت او بتحول ترجمة اليوتيوب لملف SRT. بفتحها، في الجزء دوت بعمل بيست او لصق للنص اللي انا خدته، تمام. ده الترجمة الانجليزي اللي احنا خدناها من جوجل، وبعد كده بدوس على زرار كونفرت. هتلاحظ انه عمل لي تحويل بنجاح. بدوس على سيف، بيقول لي حدد المسار اللي انت عايز تسيف فيه الملف. بقول له سيف، هتلاقي الملف اتحط هنا. هنرجع للقناة بتاعتنا تاني، قناة الترجمة، صفحة الترجمة، وهندوس على إضافة لغة، وهنختار اللغة الإنجليزية اللي احنا ترجمنا ليها اهي. هنقول إضافة ترجمة، وهنا بقى هنختار الاختيار الأول اللي هو تحميل ملف. طبعا مش هنكتب كل اللي احنا عملناه ده تاني لان كده هتبقى مضيعة للوقت بصراحة. هندوس تحميل ملف، ومن زرار choose file هنحدد له المسار اللي احنا حفظنا فيه الملف، ونقول open، ونقول تحميل، تمام كده. هو حطلنا الترجمة، هي اللي احنا كتبناها باللغة العربي بلغة تانية انجليزي اهو، وهنقول نشر. شايفين ضفنا لغة تانية، ما خدناش دقيقتين او دقيقة ونص تقريبا. يبقى كده الفيديو بتاعنا بقى ليه لغتين ترجمة. طيب في نقطة مهمة جدا هنعملها، وهي إضافة ترجمة للعنوان والوصف، ودي اللي احنا بنعول عليها ان اي مستخدم لليوتيوب هيسيرش باللغة بتاعته على عنوان الفيديو بتاعك هيظهره. هنشوف ازاي دلوقتي. هناخد العنوان بتاع الفيديو كوبي، ونروح للمترجم ونعمل
دي ترجمة باللغة الإنجليزي، وهناخد الترجمة ديت نسخ، ونيجي هنا هندوس على إضافة، نيجي في العنوان نحطها لصق، وبرضو الوصف بتاع الفيديو ناخده نسخ ونترجمه برضو، وناخده كوبي، ونيجي هنا نحطه في الوصف لصق، وهنقول نشر. كده احنا ضفنا لغة عربية او ترجمة باللغة العربية وترجمة باللغة الانجليزية للفيديو. تعالوا نضيف لغة ترجمة تاني، هندوس اضافة، نشوف مثلا الاسبانية، تمام كده. عايز تضيف لغات تانية براحتك، الموضوع مفتوح معاك، جوجل فتح لك كل اللغات ديت، تقدر تضيف يعني بالطريقة بتاعتنا ديت، تقدر تضيف كل الترجمات ديت للفيديو بتاعك. انت هتتعب زي ما احنا قلنا، هتتعب في اول ترجمة بس، بعد كده بقالك شايف الترجمة ما بتاخدش مننا اكتر من دقيقة، دقيقة ونص. طيب انا ضفت 12 لغة للفيديو بتاعي، 12 لغة ترجمة للفيديو بتاعي، يعني راعيت اللغات اللي ممكن تغطي اكبر ناطقين ليها، يعني مثلا الروسية، هتلاقي دولة روسيا دولة كبيرة جدا في المساحة وعدد السكان، الصين، الأردية اللي هي لغة أهل باكستان، الهندية، طبعا الهند كبيرة مساحة وعدد سكان، فأنا اخترت لغات ليها عدد كبير أوي من الناطقين بيها، علشان يعني إيه، أضمن فرص مشاهدة للفيديو بتاعي كتير. طيب بعد ما ضفتهم بالطريقة اللي احنا شفناها، طبعا ال 12 فيديو، اسف، طبعا ال 12 لغه ترجمه دول ما خدوش مني 10 دقائق بالكتير قوي، بخلاف الاولى زي ما اتفقنا هي اطول واحده بتاخد وقت وجهد. انا استفدت ايه لما ضفت 12 لغه ترجمه؟ زي ما قلت، الترجمه للفيديو، اللي هيتفرج على الفيديو ويشوف الترجمه بتاعه النص اللي انت بتقوله هيفهم انت عايز توصل المعلومه، هيفهم المعلومه اللي انت عايز توصلها. طيب هستفاد ايه لما اضيف ترجمة للعنوان والوصف؟ هقول لك دلوقتي. احنا مش في اول الفيديو قلنا لو واحد اسباني بيدور على مثلا كيفية تصطيب ويندوز، طبعا هو يكتبها بلغته الاسباني مش يكتبها بالعربي، فانا عامل الفيديو بالعربي بس عايز لما يدور تظهر له عنده هو كمان، يظهر الفيديو عنده. فانا دلوقتي الفيديو دوت احنا ضفنا له، هاخد ترجمة العنوان اللي احنا ضفناها لي كوبي، وهفتح اليوتيوب من متصفح تاني. الاول هنعمل لغة العرض في اليوتيوب لغة اسباني، هنيجي على اللانجوج، ونخليها اسباني،
وهنحط العنوان باللغة الإسبانية بتاع الفيديو بتاعي. شايفين؟ ظهر الفيديو بتاعي كأول أول نتيجة في البحث، وهتلاحظ إن عنوان الفيديو مكتوب بالعربي. ماشي؟ لو ضغطنا على الفيديو لاحظت العنوان ظهر بالإسباني، تمام، وكمان الوصف ظهر له باللغة الإسبانية مش بالعربي زي ما احنا كنا عاملين. دي نقطة. النقطة التانية، الترجمة شغالة، هيفتح، هيفتح وهيختار الترجمة تبقى إسباني. السلام عليكم ورحمة الله، معكم مصطفى أمان. كده احنا زودنا فرص عرض الفيديوهات بتاعتنا على منصة اليوتيوب ولا لأ؟ أكيد هتقولوا اه زودنا. العنوان انت كاتبه بلغتك الأم لكن ظهر لمستخدم اليوتيوب باللغة اللي بحث بيها عن الفيديو، وكمان الوصف بتاع الفيديو ظهر باللغة اللي بحث بيها مستخدم منصة اليوتيوب. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.